طيب يسعد لي صباحكم يا رب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ شكرا لكل الناس اللي امبارح كتبوا لي رسائل وحكوا لي لا تزعل جواني. الحمد لله على السلامه، الله يسلمكم. بالعكس انا مو زعلان، وبالعكس انا بنبسط لما تصير معي مصيبه، لانه رب العالمين ما بحبني ما بعث لي المصيبه. الحمد لله بالحديد ولا فيني ولا بحدا باهلي. يا جماعه في شغله كمان، انا عندي هون بالبيت يعني عندي كاميرات قدام البيت، في كراج وكل شيء. صيفين برا سيارات البيت، صيفين برا تمام، واجت انضربت، كان في وراها سياره حقها 400,000. تخيلوا، الحمد لله ما انضربت السياره اللي وراها، يعني الله لا يضر حدا. مشان سيارتي باخذ حقي، يعني في كاميرات الشوارع كله كاميرات، والسياره في عليها تامين وكل شيء، بس لكن ان شاء الله تنقلع عينه اللي حاط عينه على شعلة رزقي وحياتي. ان شاء الله تنقلع هيك، تدخل في عينه هيك ما تطلع السكين. فك عين الناس يا جماعه، والله العظيم ما واحد بده يسترجي ينبسط قدام الناس. على كل حال بحبكم ويسعد لي صباحكم يا رب، وانتم على راسي من فوق. صباح حبايبي، رايحين انا وكريسا وملك رايحين مشوار، رايح اعمل اظافيري ورجيكم كيف بدي اعملهم. مو كريسا؟ وطبعا كريسا من شوي عطست، كل القطار طلع فينا. الله يستر، افتح عينك، فتحتنا حطي المحرمه. الله يفتح عينك. صباح الخير كريسا. يو ابوني جماله، يسلم لي سلام. فتحتنا في عينه. السلام عليكم، معكم نور مار اكس جيمنج فور فارت فور كور اوف ديوتي. مو نزلت لكم فيديو جديد على انستغرام، تشوفوه شاركوا عنكم ستوري. حبا لكم. يا جماعة حابب أقول لكم إنه أنا راح أكون بالأيام الجاي متفاعل كتير على سناب شات، كتير لدرجة كبيرة. هذا سنابي، بدي الكل ينشره وكل يروح يضيفني هنيك، لأنه راح أصير متفاعل هنيك كتير عشان نجيب النجمة السناب. فراح أحكي لكم اليوم قصة وحركات قصة. يلا يلا نور، why you are سهران يا جماعة؟ أنا ما قلت لكم إنه راح نزل فيديو يعني ماسكة يوم الخميس، فيديو اللي هو أنا وليارا تحدي الضحك، فيديو جد رهيب. أولاً هاد فلتر كتير كيوت، شكراً للناس اللي عملوه. ثاني شيء، كتير ناس مفكرين إنه اليوم حتنزل مغنية، بس لا، مو اليوم، بس نوصل 4 مليون. الكل يبعت قناتي للناس اللي بيعرفون، يشتركوا بقناتي. بس نوصل 4 مليون حتنزل مغنية، هو ضل شوي، فتحمسوا. اليوم في فيديو بالليل،